سعيد بلقياكم يا أصدقاء، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير. درس هذه الحلقة سنتعرف من خلاله أو سنقوم بالإجابة على أهم الأسئلة التي تأتيني في التعليقات على قناتي في اليوتيوب، وفي التعليق يعني في الرسائل التي تأتيني على الفيسبوك وغيرها من يعني مواقع التواصل الاجتماعي. وأتمنى من صميم القلب أن تكون هذه الإجابات هي التي تبحث عنها، وأنا باختصار شديد سأعطيك يعني إجابة سريعة جدا. لكن قبل ذلك، إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك وترك تعليق تحفيزي أسفل هذا الفيديو لنستمر في نشر مجموعة من الفيديوهات. وكذلك إذا لم تكن مشترك بعد في القناة لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس. إذا بالنسبة للسؤال الأول الذي يقول: كيف أحافظ على بطارية الهاتف؟ لكي تحافظ يا صديقي على بطارية هاتفك فيجب عليك شحنه بطريقة صحيحة. فالطريقة الصحيحة لشحن الهاتف وأنه يجب عليك شحن هاتفك وهو منطفئ، يعني تقوم بإطفاء هاتفك ثم تشحنه، أو قم بغلق الهاتف فقط ثم اشحنه بالطريقة الاعتيادية. وهنا لا تدع هاتفك يصل إلى 80% عند شحنه، يعني العملية الصحيحة لشحن الهاتف تبتدئ من 20% إلى غاية 80%. وأيضا لا تدع أو لا تقوم بشحن الهاتف وأنت تشتغل في الهاتف أو تقوم بلعب الألعاب في نفس الوقت، هذا الأمر خطير جدا يؤدي إلى تدمير البطارية. وأيضا عندما تقوم بالشغل في هاتفك لا تدع البطارية تنزل على 20% أو ينطفئ الهاتف، هذا أيضا يؤدي إلى تدمير البطارية. بالنسبة للسؤال الثاني الذي يقول: كيف يمكن تسريع الانترنت على الهاتف؟ يا صديقي، لكي تتمكن من تسريع الانترنت على هاتفك أنا شخصيا أعتبر أنه يوجد هناك طريقتان فقط. الطريقة الأولى، يجب على هاتفك أن يكون ذو جودة جيدة لكي لا يثقل عند عملية التصفح، يعني تصفح الانترنت. والشيء الثاني هو سيرفر الـ DNS. هذا السيرفر إذا كان يعني يتواجد عندك في منطقتك سيرفر DNS ضعيف، هنا ستكون عملية الاتصال بالإنترنت ضعيفة. وإذا كان لديك سيرفر DNS قوي ستكون عملية الاتصال أو تصفح المواقع سريعة. لكن يوجد تطبيق، وهذا التطبيق قمت بشرحه سابقا، يمكنك من اختيار سيرفر DNS جيد بالنسبة لمنطقتك أو بالنسبة للعديد من الأشياء التي أنت يعني متواجد فيها. فعندما يعني تقوم بتشغيل التطبيق في هاتفك يختار أفضل DNS لديك ويقوم بالاتصال به، وهنا يقوم بتسريع الانترنت شيء ما. ولكن بخلاصة القول، لا يوجد هناك طرق سحرية يا صديقي لتسريع الانترنت على هاتفك، فأظن أن هذه هي الإجابة الصحيحة. السؤال الثالث يقول: كيف أربط الكاميرا التي تشتغل بالواي فاي مع الهاتف؟ أظن يا أصدقاء أو يا صديقي أنني قمت يعني عمل فيديو مفصل لكيفية ربط الكاميرا التي تشتغل بالواي فاي مع الهاتف. فالطريقة هي سهلة جدا، ما عليك سوى تحميل التطبيق الخاص بتلك الكاميرا ثم إضافة تلك الكاميرا إلى التطبيق، ويمكنك ربطها يعني بكل سهولة ومشاهدة الكاميرا من هاتفك يا صديقي. بالنسبة للسؤال الرابع الذي يقول: هل يمكن شحن الهاتف أو الموبايل وهو مفتوح؟ فبخلاصة القول يا صديقي، لا يمكنك شحن الهاتف وهو مفتوح، لأنه إذا قمت بشحن الهاتف وهو مفتوح هنا سيسخن الهاتف لدرجة كبيرة جدا، وإذا سخن قد يحترق أو قد ينفجر لا قدر الله. لذلك إياك أن تشحنه وهو مفتوح يا صديقي. السؤال الخامس هو خاص بالقنوات الفضائية. فالسؤال يقول: اختفاء القنوات بالنهار وعودتها ليلا أو العكس؟ يعني هذا السؤال لأحد الأصدقاء فتكرر عندي الكثير من المرات. يا صديقي، إذا كنت تعاني من هذا المشكل، أي أنك يعني في بعض المرات تشاهد القنوات بالنهار وليلا تختفي، أو العكس يعني تجدها يعني مختفية في النهار تعطيك لا يوجد إشارة أو أشياء من هذا القبيل ثم يأتي الليل وتجدها تشتغل، اعلم يا صديقي أن المشكل من اللاقط، فيجب عليك استبدال اللاقط. بالنسبة للسؤال السادس والأخير معنا في هذه الحلقة،
وهو من أحد الأصدقاء الذي يقول: كيف أعرف الهاتف المناسب لي؟ هذا السؤال صراحة يجب عليك أن توجهه لنفسك أولا يا صديقي، قبل أن توجهه لي أو لأي شخص يفهم في الهواتف. هنا يا صديقي يجب عليك أن تطرح على نفسك العديد من الأسئلة. هل أنا هاتفي سأشغل عليه الألعاب؟ وهل هذه الألعاب قوية أم لا؟ هل هاتفي سأستعمله يعني لالتقاط صور ذات جودة عالية؟ هل هاتفي سأستعمله يعني لتشغيل البرامج القوية مثل برامج المونتاج وغيرها من الأشياء؟ المهم هل هاتفي يعني أستطيع فتح عليه أكثر من متصفح، يعني أكثر من شيء في آن واحد، يعني متصفح جوجل كروم والواتساب، تطبيق واتساب وكذلك تطبيق فيسبوك، المهم فتح العديد من الأشياء دفعة واحدة. هذه الأمور يجب عليك أن تطرحها على نفسك. إذا كنت يا صديقي تريد تشغيل الألعاب القوية على الهاتف وفتح الكثير من الأشياء دفعة واحدة، هنا ستحتاج إلى هاتف لديه رام قوية وكذلك بروسيسور قوي وسعة تخزين كبيرة وغيرها من الأشياء. وكذلك إذا كنت تريد يعني استعمال هاتفك لالتقاط الصور ذات جودة جيدة، فيجب أن تكون الكاميرا جيدة. فهذه المواصفات يا صديقي فهي متواجدة في الهواتف القوية وسعرها يكون مرتفع بطبيعة الحال. هناك العديد من الشركات مثل أبل، يعني هواتف الآيفون والسامسونج وهواوي وغيرها من الهواتف. أما إذا كنت تريد هاتف يعني بسيط، تريد هاتف كهاتف ذكي فقط، فهنا أنصحك بالفئة المتوسطة أو الفئة الضعيفة، فهي الكثيرة في الأسواق، ثمنها لا يتعدى كما نقول 1500 درهم مغربي. المهم أظن أن هذا هو السؤال الموجه لي، وأتمنى أن أكون قد وفقت في يعني الإجابة عن هذه الأسئلة. إذا كانت كذلك لا تبخلوا علينا بعمل لايك وكذلك ترك تعليق تحفيزي أسفل هذا الفيديو. أقول لكم وداعا، إلى اللقاء وإلى درس قادم إن شاء الله.